بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اليوم رح نبلش بأول محاضرة من محاضرات النيوبليزيا، من مادة الفاينل لمادة الباثولوجي. طبعا النيوبليزيا كثير طلاب يستصعبوها، بس هي لما تنفهم إن شاء الله يعني أموركم بتكون منيحة. بس عشان الأمانة فيها نسبة حفظ، ولازم تحفظوها، يعني تحفظوا كثير منيح. ومعلومة جدا مهمة، النيوبليزيا هي زي سلسلة، يعني انت بتبلش محاضرة اولى ثانية ثالثة للسابعة. لما توصل السابعة بتحس خلص الصورة كاملة، يعني صارت واضحة. تمام. بالبداية اول محاضرة هي انترو، فبتحسوا شوي هيك، يعني ممكن في ناس ما تستلطفها شوي، بس هي اساس للمحاضرات الجاية واساس لكم. بسم الله نبدأ. طيب Introduction to Neoplasia، إيش علاقة هاي الصورة في النيوبليزيا؟ هاي الصورة عبارة عن cell cycle، cell cycle زي كأني بحكي لكم دورة حياتها للخلية، يعني مش كثير صراحة، هي مش إنها مش مهمة، بس الديتيلز اللي فيها نحنا ما رح لضيق الوقت ما رح نقدر إنه نتعمق فيها، فرح نأخذ الشيء المهم منها اللي إحنا بدنا إياه. طيب الخلية بتمر في دورة حياتها الطبيعية عادي، كيف هي بتمشي أمورها عادي وكل أمورها تمام وما فيها مشاكل؟ في عندها check point G1 G2 M. check point هذول عبارة عن نقاط تفتيش، بفتشوا على الخلية إذا أمورها تمام بيخلوها تعبر على الفيز اللي بعده حتى توصل للأم فيز، ومن الأم فيز بعدين تعرفوا بصير لها ديفيجن. طيب لو صار فيها خلل، يعني مثلا G1 مش لازم تعبر لG2، بصير في زي باك او ريباك، بترجع وين؟ لG0. ليش G0؟ لانه هذا الفيز ما بصير في عندي اي ديفيجن، فبنرجع الخلية لG0، خلي لها خلص، نحكي لها خلص ستوب ديفيجن وما في اي انقسام. هذا بالوضع النورمال. كونه بنحكي عن الوضع النورمال، اذا اكيد بدنا نحكي عن الوضع الاب نورمال. abnormal انه الخلية اصلا اللي هي الكانسر سيل، خلينا يعني نحدد شوي مصطلحاتنا، الكانسر سيل الخلايا السرطانية رح نحكي عنها اليوم، ما بتستنى اصلا هاي السيجنال، هي مش بحاجتها، يعني مش بحاجة النورمال سيجنال حتى انها تنظم لها السيل سايكل تبعتها. ليه؟ لانه لو صار فيها خلل ما رح اخلي لها، يعني ما رح احكي لها ستوب ديفيجن خلص انت ما رح تنقسمي، لا، هي اصلا في عملية انقسام متتالي لا منتهي أو لا متناهي. الخلية كل ما لها بتنقسم أكثر تنمو وبتضاعف بشكل أكبر، فبالتالي بتشكل لي زي كتلة، الكتلة هاي بترجمها إلى تيومر. تمام. طب ليش أنا صار عندي هذا التيومر أو هاي الخلايا؟ يعني صار لها deviation عن النورمال سيل سايكل، يعني طلعت عن الوضع الطبيعي، لأنه صار في عندي mutation في DNA، صار في تراكم لهاي الميوتيشن، تراكم لهاي الطفرة، صار في عندي طفرات، يعني تراكم لهاي الطفرات عملت لي إيش؟ تيومر. طب أنا إذا بدي أدرس هذا التيومر حتى أفهمه أكثر، وكطبيب بدي أعمل له controlling، هو مش تريتمنت 100%، لأنه في عندي أنواع من الخلايا السرطانية ممكن أعملها تريتمنت، وفي خلايا مش ممكن أبدا. فنحن حتى نكون بالوسط نعمل كنترولينج لهذا التيومر، لازم أعرف الباثوجينيسز إله، أفهم إيش التيومر بالضبط وشو هو، من وين إجا، إيش سببه، كل هاي رح نتعرف عليها في خلينا نحكي كورس النيوبليزيا اللي هي من محاضرة 1 لـ 7. طيب دراسة التيومر، يعني علم الأورام، باستخدام علم الأورام درست هذا التيومر. علم الأورام اسمه الأنكولوجي. طيب لحد هيك بكفي كمقدمة، نروح على السلايد اللي بدنا إياه. معلش أشوف خبيص هاي. أوكي. ففي عنا نيوبليزيا literally means new growth، زي ما حكينا النيوبليزيا بسميها نمو جديد. نمو لإيش؟ للخلايا، لأن الخلايا قاعدة تنقسم أكثر. طيب بالتحديد in medicine بالطب refer to what؟ to tumor، لورم.
دراسة هذا الورم إيش اسمه؟ أونكولوجي، علم باستخدام علم الأونكولوجي نحن بندرس إيش؟ التيومر. طيب بس نعقب على شغلة، إنه النيوبليزيا لما حكينا عنها نيو جروث يعني نمو بشكل عام، فأنا بحكي عن مصطلح عام، المصطلح العام ينتج عنه مصطلحات أو يعني مفاهيم، مفهوم البينوين تيومر، المالجننت والديسبليزيا اللي رح نحكي عنهم خلال هاي المحاضرة. بينوين اللي هو الورم الحميدي، والمالجننت اللي هو الورم الخبيث، والديسبليزيا هي مرحلة حتى يوصلوا للكانسر السل اللي هي البري كانسرس اللي رح نحكي عنها لاحقا آخر محاضرة أذن. طيب الدكتورة عقبت أو سألت سؤال، الفرق ما بين النيوبليزيا والإنفلاماتوري سل. النيوبليزيا بداية بتكون هو صار في عندي صح over production، بس لاحظوا حكيت من خلية بلشنا، خلية واحدة بلش يصير في لها تكاثر وتنمو بشكل أكبر، فبلشت من مونوكلونال سل. مونوكلونال يعني من خلية واحدة بلشت تضاعف وصير لها انقسام لا متناهي. ثانيا هاي الخلية صارت بسبب ايش؟ بسبب ميوتيشن منطقيا بغض النظر عن الكتابة. طيب هاي الميوتيشن عملت لي ايش؟ عملت لي تيومر، لما تجمعت الخلايا وتضاعفت بشكل كبير عملت لي كتلة سببت لي ورم. تمام. اما الانفلاماتوري سل بتكون بوليكلونال، ما بيكون فيها ميوتيشن ولا بتكون بشكل تيومر. طيب بالنسبة للتيومر اللي حكينا عنهم، في لهم كلاسيفيكيشن حتى اميزهم حتى اسهل دراستي للتيومرز. الكلاسيفيكيشن بناء على ثلاث شغلات، اول شيء السيلز اوف اوريجين، يعني هل الخلايا السرطانيه اجت من ابيثيليال تيشو ولا كونكتيف ولا ميكس، يعني بتلاقي فيها مثلا كونكتيف تيشو وابيثيليال وبلود عفوا بون وفات والى اخره. البيهيفير هل هي بينوين ام مالجننت، ليش هون رايحة؟ بينوين أم مالجننت يعني هل هي حميدية أم خبيثة الأورام يعني. differentiated poor differentiated أو well differentiated. إيش يعني poor differentiated أو well differentiated؟ يعني نسبة التشابه للخلية الأم اللي صح كان عندنا مونوكلونال سل منها بلشت الخلية تنقسم وتتكاثر وإلى آخره، وهاي الخلية بعدين أعطتني الخلية السرطانية، كم نسبة التشابه بينها وبين الخلية الأصلية؟ هون differentiation. أوكي. طب المالجننت والتيومر أو عفوا البينوين والمالجننت. البينوين هي خلية، ليش أصلا نحكي عنهم نحكي عنه ورم حميدي؟ لأنه هو مثلا إيش بيكون؟ بيكون على شكل غالبا على شكل كابسول، الكابسول هاي encapsulated بيكون الورم يعني محاط بكابسول زي كبسولة، فبيجي مثلا الجراح لما بده يشيل الورم بس بيشيل الكبسول بما فيها وخلص الأمور بتصير تمام. ليش الأمور بتصير تمام؟ لأنه أصلاً الورم ما انتشر، هو ظل في مكانه، فما بصير له لا local invasion ولا metastasis، يعني ما رح يصير له انتشار. أما المالجننت العكس، المالجننت من اسمها مالجننت بصير لها metastasis، بصير لها انتشار وبصير لها local invasion. طبعاً منطقياً البينوين حيكون تقريباً well differentiated، يعني بيشبه ال خلية الأم، بس هاي خليها شوي لأننا رح نحكي عنها بالمحاضرات الجاية. طيب إيش بالنسبة للإبيثيليال والكونكتيف والميكس؟ بنروح على الإبيثيليال تيومر وبنصنفه، بنحكي إيش اسمه بالبيناين وإيش اسمه بالمالجننت وإلى آخره. طيب في نقطة يعني مهمة وحتى الدكتورة أظن أنها ركزت عليها شوي، إيش الفرق بين اللوكال إنفيجن والميتاستاسيس؟ يعني صح إحنا حكينا المالجننت بيكون بصير له ميتاستاسيس ولوكال انفيجن. هاي انا عندي التيشو، التيشو حواليها كونكتيف تيشو، بلاد فيزل، ليمف نود. اذا انتقلت هاي الورم اللي هون موجود على الليمف نود او على الكونكتيف تيشو على البلاد فيزل، على البلاد فيزل، هون انا بحكي عن لوكال انفيجن، يعني هو انتشر هيك على المدى القريب. فتذكروا انفيجن يعني قريب. طب ميتاستاسيس، ميتاستاسيس بيكون بعيد، يعني مثلا هون عندي الورم هذا في الانتستين، الانتستين ايش حواليها؟ في حواليها ليفر، كدني، بنكرياس الى اخره، راح مثلا من الانتستين على البنكرياس او من البنكرياس راح على الليفر والى اخره، فهون صار في مرحله الميتاستاسيس. تمام. تمام. اذا الكلاسيفيكيشن سيل اوف اوريجين، بيهيفير هل هي بينوين او مالجننت،
differentiation رح نحكي عنها المحاضرة الجاية أو آخر المحاضرة، مش متذكرة صراحة. أوكي بسم الله. المعذرة، يعني حذفت جزئية من الشرح بعد ما شرحتها، ونكمل مش مشكلة. طيب النومنكليتشر اللي هي التسمية للبي 9 أو للتيومر للبي 9 تيومر. بحكي لي in general ال B9 tumor designed by attaching the suffix to oma to the cell type from which the tumor arises. يعني التيومر حسب الخلية اللي هو كان جاي منها أنا بضيف له suffix oma. مثلا البون أوستيوما. كيف أوستيوما؟ شو علاقة الأوستيو في البون؟ البون نفسها أوستيو بس بكلمة لاتينية أظن. طيب قبل ما نشوف هاي الأشياء اللي هون بدي أشرح هون شوي فهمكم شغلة بعدين نرجع. هلا لما كنا نحكي عن الكلاسيفيكيشن للبي 9 تيومر حكينا بنصنفهم بناء يعني مينلي على ثلاث شغلات. أول واحدة السلف أوريجن، هل هي إبيثيليال ميزينكايمال ولا ميكس. الميزينكايمال سيل شو قصتها؟ أنا عندي كان التوتي بوتنت سيل، توتي بوتنت اللي هي يعني after fertilization صار في عند differentiation حتى تعطيني توتي بوتنت. هاي معلومات هستو ما قلنا فيها. التوتي بوتنت أعطتني الإكتوديرم والإندوديرم، إكتو وإندو وميزو، والميزو صار لها differentiation لميزينكايمال ستمسل. الميزينكايمال ستمسل أعطتني الكونكتيف تيشو، أعطتني البلد، أعطتني الكارتيلج، الليبيد وإلى آخره. فالآن الإشي اللي أعطتني إياه هاي الميزينكايما الستمسل بده صير فيها تيومر، فأنا بدي أجي أسميهم لما يكونوا B9، يعني ما صار لهم local invasive ولا صار لهم metastasis. ولما صار لهم metastasis أو local invasion اللي هي إيش بمصطلح malignant، يعني ال B9 tumor of mesenchyma الستمسل إيش اسمهم، والبي والمالجننت تيومر اوف ميزينكايمال ستمسل ايش اسمهم. البي 9 اذا بدنا نروح للبون اسمها اوستيوما، اما في المالجننت اوستيوساركوما. الكارتيلج بتكون كوندروما، اما المالجننت كوندروساركوما. الفايبرس الفايبرستيشو فايبروما بالبي 9 وبالمالجننت فايبروساركوما. اللايومايوما اللي هي السموث مسل، اللايومايوساركوما برضو السموث مسل بس لما يصير فيها مالجننت تيومر. اللايبوما اظن انها مش معكم بس هي الفات، اللايبوما واللايبوساركوما. اذا في عنا التوتي بوتنت صار لها ديفرنشيشن الى اكتوديرم اندوديرم ميزوديرم، صح؟ فالميزوديرم صار له ديفرنشيشن حتى يعطي الميزينكايمال ستمسل. الميزينكايمال ستمسل اعطتني بون، اعطتني فات، اعطتني كونكتيف تيشو، اعطتني كارتيلج، اعطتني شو كمان فايبرس تيشو والى اخره. فالبون الفات الكارتيلج الفايبرس تيشو بدي اسميهم بطريقه علميه لما يصير فيهم تيومر نوعه بي 9 او لما يصير نوعه مالجننت. طيب الان ممكن نرجع هون، هي فقط للتسهيل. In general, B9 tumor designed by attaching to the suffix oma. هاي حكالك بشكل عام أنا ال B9 tumor كيف بسميه؟ إنه بيكون عندي نوع الخلية الأصلية اللي إجا منها هذا التيومر بضيف له oma. زي مثلا أعطيني أمثلة، حكالك في ال B9 mesenchymal tumor التيومر اللي نوعها B9 اللي أصلها من الميزينكايما، زي مثلا البون أوستيوما، السموث مسل لايومايوما، الفايبرستيشو فايبروما، الكارتليجينس كوندروما. كارتليجينس يعني أو الكارتليجينس يعني الكارتليج اللي هي ممكن تحفظوها سي سي فكوندروما، الفايبرس اف اف فايبروما، والأوستيوما عارفين أصلها هي للبون، اللايومايوما بعينكم عليها. طيب إحنا هون حكينا عن تسمية البي 9 تيومر تحديدا للميزينكايمال سيل. اوكي نشرح البي 9 تيومر الاوريجين اللي إلها جاي من الابيثيليال، يعني هون بي 9 ابيثيليال تيومر. احنا حكينا
الكلاسيفيكيشن كانت حسب البيهيفير بي9 او مالجننت. معلش انه بعيد بس عشان تتذكروا مالجننت او بي9 اللي هي هاي از كلينيكال بيهيفير، وحكينا ايش الفرق بينهم. ثانية السيل اوف اوريجين، طبعا هو مش مصنفهم هيك بالسلايدز بس هو هذا من الكتاب يعني، بيكون ميزينكايمال ابيثيليال او ميكس. طيب الميزينكايمال حكينا عنه، نحكي عن الابيثيليال. الابيثيليال اوريجين نحكي تحديدا عن البي9. البي9 بتكون على شكلين، شكل اسمه أدينوما وشكل اسمه بابلوما. شو يعني الأدينوما؟ أدينو تعني غدة، معناته أنا رح أحكي عن غدة. طيب بابلومز تعني زوائد، يعني هي زي بروجيكشن، إحنا دائما نوصفها في فينجر لايك بروجيكشن، هيك زائدة طالعة من التيومر، هاي تحت الميكروسكوب هيك بيشوفوهم. طب هيك خلصنا شرح؟ أكيد لا. الأدينوما بتحكي عن إيش؟ إما بتكون على شكل جلاند، على شكل غدة، أو تشبه الجلاند بإنها تفرز إفرازات معينة، تعمل سيكريشن، بس هي مش غدة بحد ذاتها. بالسلايدز وصفينها بوصف derivative of gland، يعني مش جلاند بحد ذاتها. طيب الجلاندولار أعطونا مثال عليها في السلايدز، اللي هي الكولونيك تيومر، ولا كولونيك أدينوما، عفوا كولونيك أدينوما. اوكي اما النون جلاندولر في مثال بس هو مش مذكور في السلايدز as an example له، هو بس ذكره كمفهوم لحاله، اللي هو سيست ادينوما. سيست ادينوما هي عبارة عن تيومر بتكون هالوسيستيك تيومر، هيك هو تعريفها، يعني بيكون تيومر مفرغ. من الامثلة عليه يعني كشكل، احنا قاعدين بنوصف شكله تمام. من الامثلة عليه اللي هي الاوفري والليفر، طبعا بالسلايد بس الاوفري، فانتوا بسمعكم الاوفري. طيب في عنا بوليب وبابلوما، خلينا بالبابلوما. البابلوما بتكون هاي، انا عندي ابيثيليال تيشو تحتها منطقيا ايش فيه؟ الكونكتيف تيشو. هاي بالنورمال سيل. لما يصير في عندي تيومر البابلوما استعني، نتذكر دائما نتوء، فبيطلع منها زي نتوء، غير اللون عشان زي نتوء هيك، فبيأثر على الكونكتيف تيشو اللي تحته وبضغط عليه فبصير زيه، فبيكون بهذا الشكل زي ما شايفين انتو بهاي الصورة، يعني بروجيكشن، يعني بيطلع من التيومر. طيب شو بالنسبة للبوليب؟ هلا البوليب برضو هي بروجيكشن، بس البوليب هاي هي المصطلح الأعم والأشمل، لأنه البوليب ممكن تكون تيومر، ممكن تكون بي9، ممكن تكون مالجننت، ممكن ما تكون تيومر اصلا. تمام. فطبعا انتوا لما بتلتزموا السلايدز، بس انا شرحت لكم هاي النوتات عشان تفهموا محتوى السلايدز. نرجع الان للسلايدز. البي9 ابيثيليال تيومر تعني انه الاوريجين اللي بحكي عنه ايش هو نوعه، ابيثيليال. الادينومز اللي هي بنحكي ادينو تعني جلاند، فبروديوسينج جلاند or derived from gland، نفس ما حكينا، يا اما بتكون gland بحد ذاتها او derived from gland. بس حكالي but not necessarily exhibiting glandular pattern، اللي هي تعريف ال derived from gland، يعني هي مش gland بحد ذاتها، بس حكينا هي بتعمل producing secretion وغيره، فعشان هيك حكيت عنها derived from gland. طبعا اعطانا مثال على adenomas اللي هو ايش؟ الكولونيك adenoma. طيب البوليب هي ماس بروجكت أبوف الميوكوزال سيرفس، يعني زي كتلة بتكون فوق الميوكوزا. أعطاني مثال إلها الجت، وفي إلها صورة هون، هاي البوليب. أوكي في معلومة مهمة هون، حكالي most polyp are benign but a few are malignant، هذا يعني إنه البوليب منها benign ومنها malignant. مين الأكثر؟ البينين. في سيستم الأر أس، سيستم الار اس راح تاخذوا النيزل بوليب اللي هي الزوائد الانفيه، هاي انا ما بعتبرها نيوبليزيا او نيوبلازم، يعني ما بعتبرها تيومر، فعشان هيك حكيت البوليب هو المصطلح الاشمل والاعم، يعني تحت البوليب يندرج نوع اسمه البابلوما. طيب نحكي عن السيست ادينوما. السيست ادينوما سيستيك ماس از ان اوفري، اما البابلومز grow on any surface، بتنمو على اي سطح، and produce microscopic or microscopic finger like fronds، تحت الميكروسكوب انا بشوفها بهذا الشكل اللي هي النتوء اللي بيطلع منها او الزائده هاي او finger like projection. تمام. طيب
هاي طبعا هون سيست أدينوما، هاي الأوفري، وفي عندي السيست اللي شايفينه هون. ال الميكست تيومر بدنا نحكي أول شي هون. حكينا قبل شوي عن التوتي بوتنت، وان التوتي بوتنت بس لها ديفرينشيشن حتى تعطيني إكتو وميزو وإندو، صح؟ طيب التيومر في هذا النوع اللي هو الميكس تيومر صار بعد ما صار فيه ديفرينشيشن ووصلنا لآخر مراحل التمايز، فبتلاقي فيه إبيثيليال، كارتليج، بون، إلى آخره، فايبروس. طيب يعني اللي صار بسبب واحدة من هذول، إكتو، ميزو، إندو، أو كلهم الثلاث أو اثنين منهم، إذا صار بواحدة منهم معناته صار بسبب single germ cell tumor، إذا صار بأكثر من germ cell بسميه تيراتوما. طبعا التيراتوما هو نوع صار بسبب تيومر موجود في الإكتو والميزو والإندو. ومهم وموضح سؤال، أوكي مش مشكلة. السنجل جيرم سيل تيومر derived from germ cell layer that differentiate into more than one cell type، فأعطاني mixed tumor of salivary gland. يعني هاي أحد الأمثلة على single germ cell tumor. شو يعني single germ cell tumor؟ يعني tumor صار بوحدة من الجيرم سيل اللي هي إكتو أو ميزو أو إندو. طيب المثال الثاني هو فايبروأدينوما اللي بصير بالبريست. معلومات أخرى مش مطلوب منكم، يعني بس مهم جدا تعرفوا إيش الأمثلة على السنجل جيرم سيل تيومر، الميكس تيومر أوف سلايفري جلاند والفايبرو أدينوما أوف بريست. طيب النوع الثاني حكينا الميكس تيومر، الميكس تيومر يا أما بصير بسبب سنجل، اوكي ما بدي انا اكتب غلط، الميكس تيومر يا اما بيصير بسبب سنجل جيرم سيل او مور ذان جيرم سيل. طبعا معلش على الكتابه يعني وعلى الخط، بس مش مشكله بلكي تذكرتوها بالامتحان وانا اكتب. المهم الميكس تيومر مور ذان وان جيرم سيل اللي هي حكينا من الأمثلة عليها تيراتوما اللي بيصير بسبب صار في عندي تيومر بالإكتو والميزو والإندو. فهون made of variety cell type that derived from more than one germ cell layer formed by totipotent germ cell that are able to form إكتو إندو ميزو. هاي الأشياء حكيناها مش يعني خلاص عارفينها. contain mature، هون المهم انه على ايش بيحتوي. انتوا تطلعوا على الصورة واربطوا، يعني لو انا الصورة مش لطيفة شوي بس تطلعوا على الصورة وتربطوها. contain mature or immature tissue ناضج او غير ناضج، او mature or immature. وين بلاقي هذا النوع التيراتوما؟ بالأوفريز وبالتستس. طيب على ايش بيحتوي كمان؟ بيحتوي على البون، الإبيثيليوم، المسل، الفات، النيرف. يعني هاي النقطة المفروض تكون ورا هاي النقطة وبعدين نحكي وين هو موجود، بس مش مشكلة. إذا التيراتوما بيكون بسبب إنه صار في عندي تيومر في more than one germ cell layer، تحديدا صار بإكتوديرم، إندوديرم، and ميزوديرم. شو بلاقي فيه؟ mature وإم mature tissue، إبيثيليوم، بون، مسل، فات، نيرف. طيب أعطيني أمثلة على التيراتوما موجود في الأوفريز والتستس. أما السنجل جيرم سيل تيومر موجود أو مش موجود، في يعني مثالين عليه في السلايدز، سلايفري جلاند والفايبرو أدينوما أوف بريست. أوكي هاي صور اللاب خليها لللاب، رح نشرح لكم إياها. exceptions of nomenclature شو يعني؟ يعني في عندي حكينا وإحنا بنشرح في استثناءات، او ما مش عارفه صراحه اذا انحكى في الفيديو الموجود او الفيديو اللي انحذف، في استثناءات للتسميه. يعني احنا لما كنا نسمي البي 9 كنا نحكي حسب السيلز اوريجين اللي جاي منها، حسب الاسم التيشو اللاتيني. يعني مثلا البون اصله ايش؟ بلاست شو كان؟ اوستيوبلاست. اوستيوبلاست بضيف لها اوما فبتصير أوسيو أوسيوما. شو كمان؟ الكارتليج مثلا الاسم التيشو اللي جاي منها أو اللاتيني يعني
هو الكوندروسايت أو الكوندروبلاست عفوا. الكوندروبلاست بضيف لها أوما فبتصير كوندرو أوما كوندروما. هاي الكارتليج هاي تنطبق على مين؟ على البينوين. طب هو بحكي لي في استثناءات بشوف فيها فيها أوما يعني تنتهي في أوما لكنها ما بتكون بينوين. إيش بتكون؟ مالجننت. زي إيش؟ طبعا هذول حفظ يعني هذول الأمثلة الحفظ. ليمفوما مثلا مالجننت تيومر وين بتصير؟ في الليمفوسايت. ميلينوما أو ميلينوما بتصير وين؟ في الميلانوسايت. الميزوثيليوما تيومر بصير بالميزوثيليال سيل. سيمينوما بصير بالتستيكولر أند جيرم سيل. هذول يعني ما فيهم حفظ بس بدنا نعرف انهم اكسبشن على هذا الموضوع ونعرف كل واحدة وين بتكون. واظن انهم سهلين يعني كل واحدة استنتاج من اسمها. مالجننت اوف ميزينكايمال. هلا احنا خلصنا البينوين وانواعها وتسميتها وبعدين حكينا عن الاكسبشن للبينوين تيومر اللي بتكون تقريبا بنفس التسمية بس ايش بتكون؟ مالجننت. بدي يحكي لي عن مالجننت ميزينكايمال نيوبلازم ار ساركوما. يعني كيف بسمي النيوبلازم اللي بيكون الاوريجين تبعهم ميزينكايمال وتحديدا ايش بيكون نوعهم؟ مالجننت. انه بضيف لهم ساركوما فنحن بنحكي له اصلا احنا اخذناهم اوريدي بهذا الجدول لما شرحتهم سابقا انه انا عندي البينوين والمالجننت تيومر اللي الاوريجين اوف سيل تبعهم ايش؟ ميزينكايمال. البون كان اوسيوما، الكوندروما كانت الكارتليج كانت كوندروما، الفايبروس تيشو كانت فايبروما، الليوميوما كان السموث موسل، اللايبوما حكينا مش موجودة معكم. هاي البينوين حكينا عنها. المالجننت انتبهنا انها تنتهي في ساركوما فبنضيف بس للأوريجين اوف سيل او للتيشو يعني تيشو سيل بنضيف لها ايش؟ ساركوما. فمثلا هون عنا المالجننت اوف بون تيومر اوستيو ساركوما، الفايبروس تيشو فايبرو ساركوما، الكارتليجينس تيشو كوندرو ساركوما، الميزينكايمال سيل اوف بلد هاي ما حكينا عنها لوكيميا اور ليمفوما. طبعا الليمفوما اصلها من الليمف نود واللوكيميا من البلد مينلي بس هي مش موضحون فخلص خليكم انه ميزينكايمال سيل اوف بلد بتكون لوكيميا اور ليمفوما. فالإشي الجديد عليكم اللي المفروض يعني يكون حفظ جديد هي هاي النقطة، أما فيما سبق فكله كان إعادة. طيب النقطة الثانية malignant tumor of epithelium كيف بسميهم؟ إنه بضيف السافكست سار كارسينوما. طبعا إحنا حكينا عن البينوين epithelial إنها كانت أدينوما وكان في عنا سيست أدينوما، مش رح أكتبهم كلهم بس أوكي، كان في عندي البوليب وكان في عندي البابيلوما. تمام هذول الأربعة وعرفنا كل واحدة ويعني مثال عنها أو تفصيل عنها. فبالمالجننت تيومر إذا بدي أجي أسمي الإبيثيليوم تيومر بس بضيف لهم كارسينوما وأعطاني بس مثالين اللي بتطلع من الجلاند بحكي عنها أدينو كارسينوما. هناك إيش كنت مش هناك يعني بالبينوين ايش كنت احكي عنها؟ ادينوما. حكينا ادينو تعني جلاند فادينوما. اما الشيء الجديد اللي هي بروديوس سيكويما السل اللي بتكون من السيكويما السل زي ايش؟ سيكويما السل كارسينوما. بس اوكي الان بدنا نحكي عن موضوع الجزء الثاني من المحاضرة. يعني الجزء الاول كان بحكي عن ايش؟ عن تسمية، عن مصطلحات، عن كلاسيفيكيشن للتيومر. فبدنا نميز كل واحدة منهم. خلينا هيك نعمل ريكاب سريع. حكينا أول إشي تعريف النيوبليزيا اللي هي نيو جروث أز يعني بشكل هيك عام. بعدين حكينا بالمدسن إيش بنحكي عنه؟ تيومر، ورم، اللي هي مجموعة خلايا سرطانية تجمعت بمكان ما صار اسمها كتلة أو ورم. ولدراسة هذا التيومر نحتاج علم الأونكولوجي. طيب حكينا طب إذا إحنا بدنا نصنف هذا التيومر بنصنفه حسب أشياء. أول شغلة كانت الكلينيكال بيهيفير، الثاني كانت الكلينيكال، الثاني كانت السيل أوف أوريجين، الثالثة كانت الديفرينشيشن، هل هي بور ديفرينشيشن أو ويل ديفرينشيشن. طيب الكلينيكال بيهيفير هل هو بينوين أم مالجننت؟ إذا بينوين بيكون ليميتد، إذا الكلمة المفتاحية هي ليميتد، إنه هيك بيضل في مكانه ليميتد نيو جروث، يعني بتنمو الخلية في مكانها بكبسول بيشيلها الجراح بيعمل لها اكسجين والأمور بتصير تمام. ليش بتصير تمام؟ لأنه ما صار لها لا لوكال انفيجن ولا سبريد.
المالجننت اللي بطلق عليها مصطلح الكانسر. يعني بالعادة بالمجتمع الطبي لما يحكوا كانسر خلاص بيكون وصف للمالجننت نيوبلازم، بصير فيه انفيسيف جروث لوكالي وبصير فيه ايش سبريدنج لديستنس سايت. فدائما انا بتذكر لما احكي انفيسيف كلمة لوكالي يعني على المدى القريب، وفهمنا ليش على المدى القريب، وسبريد ديستنت سايت يعني على الاماكن البعيدة، وفهمنا برضو ليش على الاماكن البعيدة. طيب التسمية حكينا بالجنرال بينوين تيومر حسب التيشو اوف سيل زائد كلمة اوما. حكالنا بس عن شغلة واحدة اللي هي بهذا السلايد يعني عن الميزينكايمال تيومر. ايش ميزينكايمال تيومر؟ اللي هي حسب الاوريجن، يعني احنا انتقلنا من اول كلاسيفيكيشن حكينا حسب الكلينيكال بيهيفير، ثاني كلاسيفيكيشن حسب الاوريجن اوف سيل. الاوريجن اوف سيل اللي هي كانت ميزينكايمال تيومر او ايبيثيليال او ميكس. ميزينكايمال تيومر في عندنا هذول التسميات حسب التيشو اوف سيل بضيف لها اوما. اوكي عشان ما نطول، هون شرحنا اذا كانت بي 9 واذا كانت مالجننت، بس عشان تربط الافكار. اذا كانت بي 9 حكينا منضيف اوما، اذا كانت مالجننت منضيف ايش ساركوما. هاي في اي حاله؟ في حاله الميزينكايمال تيومر. طب في حاله الابيثيليال، الابيثيليال عندها ادينوماز عادي يعني زي انه ضفت لها اوما، او اللي هي البابيلوما. اما في حاله المالجننت نوعين، يا اما ادينو كارسينوما او سكويمس سيل كارسينوما. طيب هيك بنكون الميكس تيومر. الميكس تيومر مهم نعرف، يا بيكون من سنجل جيرم سيل تيومر وعليه مثالين للسلايفري جلاند والفايبرو ادينوما اللي موجود في او اللي بيصير في البريست، او المور ذان وان جيرم سيل، المثال عليه الشهير التيراتوما اللي بيصير بسبب انه صار في عندي تيومر من الاكتوديرم ميزوديرم واندوديرم. يعني التيراتوما صار فيهم الثلاث. وايش بيحتوي؟ حكيت لكم تذكر الصورة حتى يعني تذكروا ايش بيحتوي وين موجود، في الاوفريز والتستس. هيك بنكون تقريبا خلصنا يعني نص المحاضرة وضايل النص الثاني. في شغلة حسيت حالي صراحة قرأت القراءة اللي هي هاي المالجننت تيومر في ابيثيليوم. حكينا انه السفكس اللي بتنتهي فيها هي الكارسينوما، ومنها نوعين اللي هي الجلاند اللي بتكون على شكل غدة زي الادينوكارسينوما او بروديوس سكويمس سيل. هلا بسطح الابيثيليوم اذا طلع في نتوء، يعني تقريبا نفس مبدا البابيلوما، نتوء على السكويمس سيل، هون بسميها سكويمس سيل كارسينوما او من السكويمس سيل كارسينوما. من الامثله عليها السكن، يعني هاي احد الامثله على السكويمس سيل كارسينوما، وهي مش مثال مطلوب معكم بس بدي تفهموا المبدا. يعني نكمل وصلنا لاخر خلينا نحكي اعتماد بتصنيف التيومر اللي احنا حكينا ايش لما حكينا هون. ان شاء الله يكون هون، لا والله مش هون. طيب مش مشكلة، لما حكينا نحن بنصنف التيومر لانهم في الملف الثاني. اوكي لما حكينا بنصنف التيومر بناء على ثلاث شغلات، ثلاث شغلات كانت clinical behavior اللي هي benign أو malignant، ثاني شغلة كانت الoregion of cell يعني هل هي جاي من mesenchymal ولا من epithelial. epithelial كان benign إلو اسم والmalignant إلو اسم، والmesenchymal same يعني same thing نفس الإشي. طيب آخر شغلة حكيت لكم عنها اللي هي differentiation، وحكينا differentiation منها well differentiated و poor differentiated. الآن في آخر هاي آخر جزئية في هاي المحاضرة حكالي بدي أجي أقسم البي 9 والمالجننت تيومر حسب تقسيمة العلماء، يعني تقسيمة أخرى غير اللي العالمة فرح اللي قسمتهم، تقسيمة العلماء اللي عن جد قسموهم بأربع طرق. طبعا ليش أنا فتحت على هذا الجدول؟ عشان بس هيك نأخذ نبذة وبعدين نرجع نتوسع فيكون أموركم تمام. يعني أنا ما بتنطوط بين السلايدز بس هي فقط لترتيب المعلومات. أوكي المهم في أربع شغلات ميزوا بين البي 9 والمالجننت، قارنوا بينهم. أول شغلة كانت differentiation. شو يعني differentiation؟ differentiation يعني كم نسبة التشابه ما بين النيوبلاستيك سيل اللي هي الخلية السرطانية إلى النسيج الأصلي. طبعا نسبة التشابه بإيش؟ بالوظيفة وبالشكل. فحكالي البي 9 تيومر رح يكون well differentiated all them. well differentiated يعني بيشبه النسيج الأصلي. المالجننت ممكن يكون poorly moderately or well differentiated.
تمام. فهذولا يعني هذا الجدول بدي اياكم تحفظوه بصم وتفهموا كل كلمة فيه، بس غالبا البصم كويس بهذا الجدول. اوكي، هاي اول شغلة. الشغلة الثانية الميتاستاسيس، حكينا عنها انها بالبيناين بيكون نو سبريد اور ميتاستاسيس، حكينا ليش بيكون ليميتد يعني بيكون مكانه. اما المالجننت ايش بيكون؟ سبريد اور ميتاستاسيس، بنتشر وبروح على التيشو اللي حواليه وغيره. الانفيسيف للبيناين بيكون نون انفيسيف، حكينا ما فيه انفيسيف برضو ليش؟ لانه بيكون ليميتد. اما المالجننت بيكون انفيسيف، بيكون فيه انفيجن يعني. طيب البيناين كمان اللي هي الريت جروث، يعني كم نسبة نمو هاي الكتلة اللي صارت هون. البيناين بيكون بطيء، أما المالجننت بيكون رابدلي، عشان هيك من الصعب السيطرة عليه يعني، وبكون مرات بيجي المريض مثلا جاي بليت ستيجز. ليش؟ لأنه المالجننت تيومر بيكون، تخيلوا يعني تخيلوا، بيكون منتشر الكتلة سرعة انتشارها كثير كبير، ومنتشرة بأكثر من مكان وعاملة invasion وspreading. ف والdifferentiation ممكن يكون poorly or moderately، فبكون الوضع كثير سيء. أوكي، فهذول الأربع شغلات الأساسيات اللي بدنا نعرفهم. طيب ما باقي ما تبقى من الجدول رح نرجع له آخر شيء، لأنه هو بكون يعني غطينا كل شيء بالslides فوق وبعدين نرجع عليه، تمام؟ ونرجع نعيد هذول النقاط كمان. اوكي، هون بحكي لي عن البينوين versus المالجننت تيومر. اعطاني مثال الليوميوما والليوميوساركوما. الليوميوما عارفين ليو من سموث مسل، سموث مسل واوما تعني بينوين. اما المالجننت ليو مايو، ليوميوساركوما، ساركوما تعني مالجننت اللي هي suffix الها اللي بتكون بالمالجننت. ايش الصفات مقارنه او الكاركترستيك بالمالجننت؟ البيناين، نون انفيسيف، نون ميتاستاتيك، والديفرينشيتد. حكينا عن النون انفيسيف، حكينا عن النون ميتاستاتيك، حكينا عن الويل ديفرينشيتد، بس رح نتوسع فيها كمان شوي. هون صراحه يعني هاي الصوره فيها شغلات رح تنشرح كمان شوي بالسلايد، زي مثلا هون ويل ديماركيتد لو جروينج سلو جروينج، بس اوكي مش مشكلة. برضو هون الليوميوساركوما بيكون large poorly demarcated، يعني ما بقدر اتعرف عليه بشكل منيح. rapidly growing with hemorrhage and necrosis، رح يعمل لي هو رح يعمل growing بشكل كثير سريع زي ما حكينا بالجدول، وبرضو رح يصير في hemorrhage ونكروسس، بس مش دائما هذا الاشي بصير. locally invasive بصير فيه invasion إله، بصير فيه metastasis، وبصير differentiated إله إيش؟ poorly، أو هو بكون poorly differentiated. يعني هو كملخص هاي الصورة يعني ممكن ترجعوا لها بس تخلصوا دراسة هيك، بس عشان تضلوا متذكرين. طيب نبلش ب differentiation and الأنابليزيا اللي حاط لي هون بين قوسين tumor grade. طبعا بس للمعلومة رح نشرحها كمان شوي، الأنابليزيا هي poorly differentiation، يعني أقصى مرحلة من differentiation اللي ما أميز منها النيوبلاستيك سيل مقارنة بالنورمال تيشو. فهون عرف لي مفهوم differentiation، how much neoplastic cell resemble their normal four pairs morphologically and functionally، يعني قديش نسبة التشابه between النيوبلاستيك سيل إلى التيشو الأصلي منها، من ناحية إيش؟ من ناحية مورفولوجي شكل، من ناحية وظيفة. طبعا المعلومات حاليا ممكن تحسوني بقرأ فيها بس لأنها أشياء معادة. يعني مثلا البيناين نيوبلازم بتكون well differentiated، أما بالمقابل المالجننت إيش بتكون؟ poorly differentiated. طبعا المالجننت نيوبلازم بتكون يعني هي تتراوح ما بين الويل ديفرينشيتد الى البورلي ديفرينشيتد، بس مهم تعرفوا انه بحاله من الحالات ممكن توصل للبورلي ديفرينشيتد. اوكي نكمل. البي 9 حكى لي كومبوزد ويل ديفرينشيتد سيل ذات ريسمبل ذير نورمال كاونتر بارتس، يعني بتشبه الخلايا الاصليه، واعطاني اكزامبل عليها لايبوما وكوندروما. لايبوما من ايش؟ من الليبيد او من الفات. الكوندروما من الكارتليج. طيب
المالجنانت نيوبلازم حكينا برضو انها بتكون وايد رينج اوف ديفرنشيشن. ليش حكالي وايد رينج اوف ديفرنشيشن؟ لانه حكينا ان المالجنانت نيوبلازم يتراوح من الويل ديفرنشيتد الى البولي ديفرنشيتد. يعني ما بقدر اجي احكي انه المالجنانت هو خلص قطعيا بولي ديفرنشيتد ولا قطعيا هو ويل ديفرنشيتد. Okay, the better the differentiation of the cell, the more completely it retains the functional capability found in its normal counterparts. نفس الفكرة بتعيد حالها، إنه كل ما كان differentiation أحسن، يعني كل ما كان well differentiated، هذا الإشي بيخليني أقدر أميز النسيج الأصلي حتى من ناحية function، يعني شو وظيفة النسيج الأصلي. هاي النقطة مهمة، بحكي لي البينوين نيوبلازم and even well differentiated cancer. حكينا cancer تعني ايش؟ تعني malignant. يعني انا هون بحكي عن benign neoplasm و malignant cancer او malignant neoplasm، بس ايش الكاركترستيك تبعته؟ انه well differentiated. واحنا حكينا malignant neoplasm wide range of differentiation، يعني يتراوح من well differentiated الى poorly differentiated. طب انا شو استفدت من هاي المعلومة؟ بحكي لي يعني من الأمثلة على البينوين نيوبلازم والمالجننت نيوبلازم اللي تحديداً إله ويل ديفرينشييتد أوف إندوكراين جلاند، اللي هي الغدد الصماء، لما يجوا يشوفوا الخلية الأصل أو مش الخلية الأصل، الغدة الأصلية اللي فرزت الهرمون، ممكن إنهم يتعرفوا عليها. ليش؟ لأنهم ويل ديفرينشيشن. فهذا يثبت هاي النقطة، إنه كل ما كان بتر ديفرينشيشن، كل ما أنا تعرفت على الفونكشنال كابابيليتيز للخلية الأصل أو الأوريجين الأصلي. طيب نعيدها بطريقة ثانية. حكينا كل ما كان التيومر والديفرينشييتد، كل ما أنا تعرفت على الفونكشن للنسيج الأصلي. فأعطاني مثال الإندوكراين جلاند، هي وظيفتها تفرز إيش؟ هرمون. الإندوكراين جلاند هي الغدد الصماء حتى تفرز لي الهرمونات. طب في حال كان في غدة من الغدد عندها تيومر، والتيومر نوعه بينوين نيوبلازم و well differentiated cancer، يعني well differentiated malignant neoplasm، أنا كيف بدي أتعرف على الهرمون؟ سهلة، كونه well differentiated راح تتعرف على الهرمون وتنسبه للأوريجين الأصلي اللي جاي منه، يعني من الغدة الأصلية اللي أفرزته حتى لو في عندي تيومر. شو استفدت من هاي الجملة؟ استفدت الحقيقة اللي بتحكي إنه كل ما كان في عندي better differentiation، كل ما كان عندي سهولة للتعرف على الفونكشن للنسيج الأصلي. أوكي، معطيني كمان مثال، هذا أول مثال. مثال الثاني well differentiated squamous cell carcinoma elaborate الكيراتين. مش عارفة، أظن إنها هاي الصورة، إنه السكويمس سيل بالوضع النورمال بشوف فيها كيراتين، فإذا كانت في وضع الكارسينوما، يعني في عندي كانسر سل، إذا كانت في حالة الكانسر سل سكويمس سل كارسينوما بس كانت ويل ديفرينشييتد، ممكن إني أشوف منها هذا الكيراتين. برضو تثبت حقيقة واحدة، إنه الويل ديفرينشييتد رح أشوف إيش الفونكشن أو المورفولوجي للنسيج الأصلي. تمام تمام. طيب الأنابليزيا، المصطلح الثاني اللي حكينا عنه هون، اللي هو إيش؟ حكينا بيكون poorly differentiated، بحكي means lack of differentiation، يعني ما فيه differentiation، وهو hallmark of malignancy، يعني علامة مميزة إنه في malignancy. طيب شو مهم نعرف من هذا السلايد؟ مهم تعرفوا كل نقطة هون، أو يعني غالباً رح أحاول أشرح لكم إياها بطريقة فهم حتى تنحفظ معكم. أول شيء marked pleomorphism، أكيد كونه في poorly differentiation، يعني أنت مش مميزة الخلايا التيومر من الخلايا الأصلية، فرح يكون في تفاوت بالحجم بالشكل للخلايا داخل التيومر. تمام تمام، هاي أول نقطة. نقطة الثانية، nuclei are extremely hyperchromatic و dark stained. شو يعني؟ داخل النوكلاي في عندي الكروماتين، الكروماتين بهاي الحالة رح يكون هايبر، يعني بشكل كثير كبير، فرح يشكل لي هيك زي مكان رح يكون كثير دارك. شو يعني ليش أصلا صار دارك؟ ليش صار
غامق، أو الصبغة هاي صارت غامقة اللي هو أظن بيكون باللون الأزرق، لأنه تجمع الكروماتين هناك لأنه هو متواجد بشكل كثير كبير. and large variable هاي يعني عادي، بس البزر in size يعني بيكون شكلها غريب، وأظن هون في هاي الصورة هاي البزر in size، أو هاي صراحة أنا مش كثير ما يعني أشكال الهستو، بس يعني هي بتكون شكلها غريب. تمام طيب كروماتين كورس أند كلامب بكون برضها برضو متكتلة، حكينا بتكون متكتلة شكلها أو عددها كثير كبير، فبتعمل لي دارك ستيند. طيب the nuclear to cytoplasmic ratio is high may approach 1 to 1، يعني نسبة النوكليير للسيتوبلازم ريشيو هاي النسبة راح ترتفع 1 to 1. ليش؟ لأنه نورمالي كانت 1 to 4 or 1 to 6. شو مطلوب منا نعرف من هاي النقطة؟ تعرفوا لو مثلا جابت كيس وأعطتكم النوكليير تو سيتوبلازمك ريشيو إنها ارتفعت لهاي النسبة، فمباشرة أنا بربطها في مين؟ في الأنابلاستيك سيل. طيب النوكليلاي بتكون ظاهرة، أكيد بتكون ظاهرة. الميتوسز ار اوفن نومرس اند ديستينكتلي اتيبيكال. شو يعني اتيبيكال؟ يعني حيكون في عندي عمليات انقسام كبيرة، بالتالي هو بالوضع النورمال انها تكون الكروموسومات ايش مالها؟ تكون باي بولر، عشان تصطف بنص الخلية وبعدين يصير لها انقسام والى اخره. بس هون ايش بصير؟ الميتوتيك فيجر بتكون على شكل تراي بولر وكوادري بولر، في برضو صورة لها هون هون، هاي بيسموها تراي بولر. اوكي fail to develop recognizable pattern of orientation to one another، يعني lose normal polarity، يعني ما إلها نمط معين انه نتعرف عليها فيه. ومنطقيا اذا بتطلعوا على اغلب النقاط كلها اشياء هيك متبعثرة، ما في عندي نمط معين أو نقطة معينة تبين لي إنه في عندي تشابه في هاي الخلايا. طيب إن شاء الله نكون شرحناها على الوجه المطلوب. الديسبليزيا مصطلح مهم، هو بري كانسرس. طيب خلينا نشوف السلايد، أكيد ما رح أقرأ لكم قراءة، بس بدي أمشي على كل كلمة عشان نكون طالعين من كل شيء توب بالتوب، يعني أحاول أحفظكم وأفهمكم. Dysplasia is a proliferation of cell with loss of uniformity of individual cell and their architectural orientation. شو يعني؟ يعني الخلية رح تفقد الأركيتكتشر تبعها، يعني المظهر اللي إلها. يعني لو بنطلع على الصورة هون، هاي عندي normal cell، طلعوا عليها بالمقارنة هون mild dysplasia، لسه هاي بالحالات الخفيفة، برضو الخلية هون ايش؟ فقدت الاركتكتشر اللي هو المظهر الخارجي اللي إلها. تمام؟ وغالبا نوصف الديسبليزيا بلوس اوف ديفرينشيشن، يعني انا ما رح اقدر اعمل لها ديفرينشيشن. وفهمنا ايش يعني ديفرينشيشن، اللي هي مقارنة النيوبلاستيك سيل بالنسبة للأوريجن. طيب الديسبلاستيك سيل ايش الصفات تبعتها؟ بليومورفزم، وبليومورفزم تعرفنا عليها هون كانت بالانابلاستيك سيل، انها ايش بتكون؟ فيها variation بالسايز والشيب اوف ذا سيل، يعني بتختلف بالحجم وحجم الخلايا وشكلها، عشان هيك اصلا هي بتفقد التنظيم الهيكلي او الشكلي تبعها. A large hyperchromatic nuclei، برضو في عندها hyperchromatin، عشان هيك ممكن برضو نلاقي في عندها dark stain، بس هذا الاشي ما نذكر اللي هي dark stain. طيب في مصطلح آخر مهم جدا، بس قبل هذا المصطلح بدنا نحكي عن هذول النقطتين، معلش إنه أنا يعني بكون ترتيبي مختلف عن السلايدز، بس يعني جت عشان أرسب لكم أفكاركم، وإذا هذا الإشي مش مناسب لكم خبروني عشان أغيره في الفيديوهات الجاية. أوكي هاي النقطة may regress completely mild to moderate dysplasia especially of inciting causes are removed، يعني ممكن نحن نرجع الخلية لوضعها الطبيعي إذا كانت من mild to moderate dysplasia. هاي في أي حالة؟ إن شلنا الكوز اللي كان مسبب لهاي الدسبليزيا أو لهاي الحالة إنها توصل الخلية لدسبليزيا اللي هي البري كانسر السل. طب ليش ما حكى لي سيفير دسبليزيا؟ لأنه سيفير دسبليزيا يؤدي إلى irreversible dysplasia.
الريفيرسابل ديسبليزيا تعني كارسينوما انسايتو. اذا الكارسينوما انسايتو هي حاله متقدمه من الديسبليزيا وبتكون الريفيرسابل. طيب ايش بتكون؟ بحكي لي when involved the entire thickness of epithelium، يعني اذا دخلت لجوا الثيكنس للابيثيليوم. شو يعني دخلت للثيكنس للابيثيليوم؟ يعني اذا عدت البيسمنت ممبرين ودخلته هون بصير بمرحله الكارسينوما انسايتو، وهي الوصف لها بري انفيسيف ستيج اوف كانسر. بري انفيسيف ستيج اوف كانسر. طيب في نقطه واحده اظن نسيتها، انه الديسبليزيا not synonymous of or with cancer، يعني هي ليست بمرادف للكانسر. ليش؟ لأن هي بري كانسر، ما قبل الكانسر. اوكي طيب هون النورمال، المايلد ديسبليزيا، المودريت ديسبليزيا، حكينا المايلد والمودريت. اذا شلنا الكوز خلص بترجع الخليه للوضع النورمال، نقدر نرجعها. بس السيفير ديسبليزيا ما بقدر. ليش؟ لانها وصلت لمرحله الريفيرسبل. المرحله الريفيرسبل ايش سميتها؟ الكارسينوما انسايتو. شو بصير فيها؟ بصير في ثيكنس في الابيثيليوم، لانه بتدخل يعني للبيسمنت ممبرين. الريت اوف جروث، الريت اوف جروث حكيناها بالجدول. البي 9 بيكون ايش؟ سلولي. موست بي 9 تيومر جرو سلولي اند موست كانسر جرو ايش؟ فاستر. شو يعني كانسر؟ يعني قاعد بحكي لي عن المالجننت. لاحظوا صار يغير كلمه مالجننت لكانسر، وانتم اوريدي المفروض تكونوا عارفينها. poorly differentiated tumor grow more rapidly than well differentiated tumor. اللي بيكون poorly differentiated راح يصير له growing بشكل أسرع، عشان هيك حكينا السيطرة عليه بتكون يعني بيكون بالlate stage، وبيكون كثير صعب إنه أعمل controlling لهذا التيومر. أما ال well differentiated بيكون إيش؟ أبطأ، اللي هو زي ال B9. الكانسر are immortal have limitless proliferative capacity so must contain cell with stem cell properties. يعني الكانسر بيكون fatal، قاتل. وليش قاتل؟ لانه بينقسم ما في capacity معينة توقف هاي الخلايا، يعني الخلايا بتضل تنقسم تنقسم تنقسم. وهذا الاشي يعني بسبب انه هي زي يعني شبهها بالستم، ستم لايك. شو يعني ستم لايك؟ يعني لازم يكون عندها خلايا أصلية منها تضل تنقسم وصلها بروليفريشن، يعني زي الستم سيل. كيف الستم سيل؟ هي الخلية مش المونوكلون، الخلية الأصل اللي بتنقسم منها الخلايا وصلها ديفرينشيشن وبتتمايز وإلى آخره. نفس الشيء هون، يعني مش كثير هاي الجملة مهمة، بس المهم الجملة الأولى والجملة الثانية. إذن rate of growth البي 9 تيومر ايش بيكون؟ الجرو له سلو، اما الكانسر فاست. طب البورلي ديفرينشيتد ايش بيكون؟ بيكون رابيدلي. اما الويل ديفرينشيتد ايش بيكون؟ سلولي. زي مين؟ زي البي 9. اللوكال انفيجن حكينا عنها، انه البي 9 ايش بيكون؟ بيكون مكانه ما بصير له لا انفيجن ولا ميتاستاسيس، يعني هاي نفس الكلام فما راح اقراها ونضيع وقت عليها. الكانسر grow by progressive invasion. كانسر يعني ايش؟ يعني malignant neoplasm. بس احنا المفروض عارفين انه كلمه كانسر تعني ايش؟ malignant. طيب ايش بيعمل؟ بيعمل invasion وبيخترق surrounding tissue، يعني بيعمل invasion وبيعمل metastasis. يعني هذول النقطتين حكينا عنهم. النقطتين الجداد انه بحكي لك كثير ضروري للجراح اللي بده يعمل اكسجين، يعني بده يصير بده يشيل الورم، اي ورم المالجننت تيومر، انه يتفقد المارجن اللي حواليه، الحواف او الحدود اللي حواليه، عشان يضمن انه ما يكون التيومر واصل لها، وانه في عندي كلين مارجن، يعني الحواف كلها نظيفه ما فيها اي تيومر. فهاي الجمله وهاي الجمله سيم، يعني ما فيش شيء جديد. الميتاستاسيس رح نشرحها على الشكل. الميتاستاسيس في عنا هون برايمري تيومر فورميشن، صار في تيومر، بعدين صار في ايش؟ لوكال انفيجن، بلش يعني يصير له انفيجن في التيشو اللي حواليه، بعدين صار في له انترا فازييشن، يعني صار يروح على البلود فيزل، بعد البلود فيزل دخل على السيركوليشن، دخل على السيركوليشن بعدين دخل على الاورجن سايت اللي بده يروح عليه،
بعدها صار إيش؟ extravasation، يعني بلش يدخل في blood vessel لهذا الأورجن، على فرض إحنا بنحكي عن lung مثلا. بعدها بيصير إيش؟ micrometastasis formation، يعني صار فيه metastasis لهذا التيومر. بعد ما صار له metastasis طبعا بشكل مايكرو، حيصير له colonization، يعني حيصير فيه many clonal من هذا التيومر. بعد هذا الكلونل إيش حيصير؟ رح يبلش يتوزع على أجزاء الجسم ويروح لمناطق ثانية. طيب ليش أنا شرحت هذا الشكل؟ لأنه هون بيحكي لي are secondary implants of tumor، يعني انغراس ثانوي. عفوا، ليش انغراس ثانوي؟ لأنه هو إجا من primary tumor formation وراح على other tissue. discontinuous from the primary tumor. إيش discontinuous from the primary tumor؟ لو الدكتورة حكت، لو حكالي continuous بيكون بحكي عن مين؟ عن الانفيجن. بس هون بحكي لي discontinuous from the primary tumor allocated in remote tissue، بالمختصر إنه بيكون بأماكن بعيدة. فأنا حكينا دائما عفوا الميتاستاسيس بيكون بأماكن بعيدة، بيروح لأماكن بعيدة، بس الانفيجن بيكون على الليمف نود اللي حواليها، على التيشو اللي حواليها وإلى آخره. Approximately 30% of newly diagnosed patient with solid tumor present with clinically evident metastasis و 20% بيكونوا hidden. شو يعني؟ يعني وجدوا، يعني من اللي صلهم diagnosis انه 30% بيكون التيومر واضح بشكل solid tumor، اما 20% بيكون ايش؟ متخبي. The more anaplastic and larger neoplasm the more likely metastasis spread. كل ما كان التيومر poorly differentiated، يعني أنا بلاستيك حكينا عنها فوق يعني بالسلايدز السابقين، وكان larger بشكل أكبر بيكون انتشاره بشكل أكبر برضه، وبصير له metastasis. okay. dissemination strongly may prevent the possibility of curing disease. إنه كل ما كان انتشاره بشكل أقوى كل ما صعب عملية العلاج لهذا المرض. طيب كيف بصير انتشار او بصير فيه ميتاستاسيس؟ عن طريق ثلاث شغلات. اول واحدة سبريد باي سيدينج، اللي ترانس كولوميك سبريد، بصير عن طريق انه ينتقل من الكافيتي. مثلا بحكي لي الاوفرين كانسر which spread to peritoneal surface. ليش بروح على البيريتونيال سيرفس؟ لانه الاوفري بغطيها البيريتونيوم، فهو ممكن ينتقل لأذر أورجين برضو بتغطيها هاي البريتونيوم أو هاي التجويف. فبيحكي لي إنه occurs when neoplasm invade a natural body cavity، يعني يصير في invasion لا cavity لتجويف. والمثال حفظ الليمفاتيك سبريد هي الطريق الثاني أو الباثوي الثاني اللي بده يصير فيه ميتاستاسيس. بحكي لي أكثر شيء بصير وين؟ في الكارسينوما، أو الكارسينوما تتبع هذا الباثوي. الكارسينوما اللي هي أصلها من وين؟ من عند الإبيثيليال تيومر اللي حكينا عنه، مالجنت إبيثيليال تيومر. أوكي، depends on lymphatic drainage of the organ. شو يعني هاي؟ يعني بتعتمد على الليمف نود اللي بغذيها. مثلا البريست كانسر بغذيها الأكزيلري ليمف نود، والبريست يعني عفوا البريست مثلا بغذيها الأكزيلري ليمف نود. اللانج نفس الشيء، فبديهيا رح ينتقل أو يصير في ميتاستاسيس من البريست كانسر على مين؟ على اللانج. أوكي، سنتنال ليمف نود، هاي مهم أنه نعرف تعريفها والدكتورة ركزت عليها بالريكورد. First regional lymph node receive lymph flow from primary tumor، يعني الليمف نود اللي بده يستقبل الليمف فلو اللي جاي من مين؟ من البرايمري تيومر. بتأكد انه ما فهمتوا علي. هو اول مكان او اول عقدة لمفاوية بتستقبل الليمف نود جاي من مين؟ من البرايمري تيومر. هذا الاشي يعني اذا انه مش مفهوم هم بتتبعوه الجراحين حتى يعرفوا مسار هذا الليمف نود ويعرفوا اذا انه فيه تيومر او ميتاستاسيس ولا لا. الاشي بصير عن طريق انه بحطوا كأنه صبغة، وحسب الصبغة انه اذا تفاعل الليمف نود معها او لا، وشافوا الليمف فلويد عفوا شافوا الليمف نود انه تفاعل مع الصبغة او لا، بشوفوا انه فيه تيومر او لا. فايش المهم، يعني الشيء المهم انه نعرف تعريفه. ان شاء الله تكونوا فاهمينه، اذا مش فاهمينه بعثولي. There are numerous interconnection however between
معلش يعني السلايد خلص تعودتوا. Between the lymphatic and vascular system and so all form of cancer may disseminate through either or both system. لأنه في interconnection بين الجهاز الدموي والجهاز الليمفاوي، فممكن يصير في dissemination لهذا الكانسر عن طريق واحد منهم أو عن طريق both of them. Hematogenous spread. أول شيء، الشيء المهم فيه أنه الفيفورد باثوي لمين؟ للساركوما. أما الليمفاتيك سبريد لمين؟ للكارسينوما. Arteries are penetrated less than veins. أنه مين اللي بيصير له penetration أكثر؟ الفينز. السبب العلمي الصراحة أني بتذكر دورت عليه زمان لما كنت جنرال ونسيته، دورت عليه حاليا وبرضه ما لقيته، فاللي بيلاقيه يبعث لي وبنوضحه للطلاب. Liver and lung are the most common secondary site for hematogenous metastasis. بهذا الموضوع هتحسوا اني بقرأ، لانه يا جماعة المعلومات حفظ. يعني مثلا هون اللنج والليفر هي الاكثر commonly site يصير فيها او تتبع هذا الطريق اللي هو الهيماتوجينس ميتاستاسيس. اعطاني برضو هون مثال البروستيت والثايرويد كانسر ميتاستاسايز تو ذا فيرتبرا، انه البروستيت والثايرويد وين بيروحوا؟ بصير بالفيرتبرا. Certain cancer grow within veins زي الرينال سيل كارسينوما والهيباتوسيلولار كارسينوما. يعني الكانسر اللي بتنمو وبيصير لها ميتاسس داخل الفين، الأمثلة عليها الرينال والهيباتوسيلولار. طيب tissue specific homing of the tumor not always explained by venous drainage. شو يعني؟ بحكي لي البرونكوجينيك كارسينوما ميتاسايز تو برين ان ادرينال جلاند. يعني البرونكوجينيك كارسينوما يعني نتوقع انها مكان باللونج بدها تكون، او يعني موضع ما في اللونج، هي المفروض تروح على التيشو القريبة منها او حتى البعيدة، بس ما توصل. يعني المفروض حسب الفينس درينج، صح؟ يعني حسب التغذية الدموية اللي بتوصل بينها وبين الأذر، خلينا نحكي الأذر أورجن اللي بدها تروح عليه. بس هي تخيلوا راحت للبرين وراحت للأدرينال جلاند اللي هي عند الكدني، فمن وين لوين اللي تروح لهذول المكانين؟ بحكي لأنه هذا الإشي يعني ما بتفسر حسب الفينس درينج، بس لأنه هي بتحب تروح هناك. فهناك بتلاقي specific علينا specific homing of the tumor. نحاول ولا قوة إلا بالله. tissue specific homing of the tumor، يعني هي بتحب تروح على هناك التيشو بهذيك المناطق. برضو كمان skeletal muscle are rarely the site of metastatic deposits. يعني skeletal muscle نادرا ما يصير فيها metastasis. ليش؟ هو تكهن وشيء يعني ما تأكدت منه 100%، بس skeletal muscle انتو بتعرفوا انها بتستهلك كثير ATP، والكانسر سيل برضو بدها ATP، فلأنها بتستهلك كثير ATP الكانسر سيل ما رح يتوفر لها هاي الATP انه يصير فيها ميتاسس بهذاك المكان. طيب اوكي، ختامها مسك هذا الجدول مقارنة. حكينا عن rate of growth للB9 بيكون slow، للmalignant بيكون rapid، الشكل بيكون regular surface، بيكون capsulated، هاي مهمة. not attached to deep structure، يعني ما بيكون ديبلي داخل التركيب للتيشو نفسه. بيكون non invasive، وبيكون ما فيه any spreading or metastasis، وبيكون well differentiated، no recurrence after surgery، يعني ما برجع التيومر بعد العملية. no bleeding in cut surface، ما حيصير فيه bleeding. ولما بدي أسميه بضيف suffix oma. slight pressure effect on neighboring organ، يعني ممكن إنها تضغط على التيشو اللي حواليها بس بيكون كثير خفيف. طيب المالجننت الريجولر عكسها، يعني بيكون non-capsulated وبرضه بدخل للديب ستركتر. invasive بصير فيه invasion، بصير فيه spreading ومتاستاسيس، بيكون poorly differentiated، ممكن يكون moderately or well differentiated، ممكن يرجع لتيومر بعد السيرجري، ممكن برضه يصاحبه البليدنج في from cut surface. وكيف بسميه؟ ساركوما او كارسينوما. ساركوما اذا كان mesenchymal، وكارسينوما اذا كان من الابيثيليال. remarkable pressure effect on neighboring tissue، رح يأثر او رح يضغط على التيشو اللي حواليه، عشان هيك بالmalignant tumor بضل حريص الجراح انه يشيك على المارجن اللي حواليه.